يوم القيامة ستذهل بحسنات عظيمة ومغفرة كبيرة، وتتساءل بسبب ماذا أعطيت كل هذه الخيرات، ويأتيك الجواب بسبب صبرك على أقدار الله. وبشر الصابرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وبشر الصابرين. بشرهم بأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. بشرهم بقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. بشرهم بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. لذلك أقول لمن ابتلي وصبر على قدر الله من غير تسخط: أبشر بكل خير. وهكذا الحال، كلما رأيت مبتلى فقل له: أبشر بالخير. وهذا مصداق لقوله تعالى: وبشر الصابرين. للصابرين على أقدار الله بالأجر العظيم والمغفرة الكبيرة من رب العالمين.